السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض الشنطة الجميلة دي. الشنطة دي شنطة كروس للموبايل، الميزة فيها ان هي بثلاث فواصل من جوه، يعني تقدروا تستخدموها وتحطوا فيها حاجات كتير جدا. الشنطة دي انا استخدمت فيها قطن بيور، واستخدمت معاه كمان ابرة مقاس 3.5، ودي ايد الشنطة. طبعا انا عاملاه حبل اللاسيه الروماني، انا برضو الفيديو بتاعه هسيبه لكم في صندوق الوصف، عمل الايد بالتفصيل لو حد حابب يرجع للفيديو. كمان في الشنطه هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه، الشنطه دي كمان انا كنت اشتغلتها شنطه كروس للموبايل، اللي حابب يرجع للفيديو هسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف. عايزه كمان اديكم مقاسات الشنطه، الطول بتاعها 18 سنتي والعرض بتاعها 12 سنتي. فيلا كده بقى بينا نبدأ ونشوف طريقة خطوات عمل الشنطة خطوة خطوة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. هبدأ أشتغل عقدة بداية، وهرتفع 15 سلسلة، 1 2 3. أنا كده بعد ما ارتفعت 15 سلسلة هرتفع كمان سلسلة، وهلف كده السلاسل وهاجي في الظهر كده اشتغل، هسيب اول واحدة واروح للتانية اشتغل في ظهرها كده او في الارتفاعات اللي ورا غرزة حشو، وهعلم اول غرزة، وفي كل غرزة كده بتقابلني هشتغل غرزة حشو، عايزة اقول لكم ان احنا لما بنيجي نعمل اي قاعدة شنطة لو بدأنا الشغل ان احنا بنشتغل في ظهر السلاسل، ظهر السلاسل دي، ونرجع نشتغل على الناحية المقابلة ليها ما بيحصليش فراغ في نص الشغل، فدي حاجة مهمة جدا في الفينش للشغل. هفضل شغالة كده لحد اخر السطر غرز حشو في الحلقات او الارتفاعات اللي ورا دي، هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت لاخر غرزة في السطر، في اخر غرزة دي انا هشتغل فيها 3 غرزة حشو، انا كده اشتغلت واحدة بس هعلمها بالماركر، في نفس المكان هشتغل كمان 2 غرزة حشو، يعني اخر غرزة دي مجموع الغرز فيها هيكون 3 غرز حشو، ادي تاني واحدة ودي تالت واحدة. دلوقتي هاجي في الناحية التانية هنا وهبدأ اشتغل غرز حشو فوق كل غرزة، اخد الخيط ده كده وانا شغالة، فوق كل غرزة كده هشتغل غرزة حشو، هفضل مكملة كده لحد اخر السطر غرز حشو وبعدين ارجع لكم علشان ننهي السطر ونطلع على السطر اللي بعده. انا كده جيت لاخر غرزة هشتغل فيها 2 غرزة حشو، هبدأ دلوقتي اروح في اول غرزة واشتغل فيها 2 غرزة حشو، يعني في اول غرزة دي هشتغل تزايد، بس اول غرزة دي هعلمها في نفس المكان هشتغل كمان غرزة حشو، وفي كل غرزة تحت الحلقتين هبدأ اشتغل غرزة حشو، هفضل مكملة كده لحد ما اوصل للماركر وبعدين ارجع لكم علشان نتزايد مع بعض. دلوقتي انا جيت للماركر فهشيل الماركر ده، انا خلاص ما عدش هحتاج الماركر ده لاننا هنتزايد في السطر ده بس، فهاجي في الثلاث غرز الجايين دول هشتغل في كل غرزة 2 غرزة حشو، ادي كده اول غرزتين في نفس الغرزة دي، كده تاني واحدة في الثلاث غرز هشتغل برضو فوقها 2 غرزة حشو، يبقى مجموع الغرز هيكون 6 غرز. الدور اللي فات اشتغلت 3 تزايد في نفس المكان، المرة دي او الدور ده هيكونوا 6 غرزة حشو،
ادي واحد اتنين في نفس المكان، يبقى انا كده اشتغلت فوق التلات غرز تزايد، في كل غرزة بقى مجموعهم 6 غرز. هبدأ دلوقتي اشتغل غرز حشو فوق كل غرزة تحت الحلقتين بدون اي تزايدات لحد ما اوصل لاخر غرزتين في السطر، وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت لاخر غرزتين في السطر اللي انا كنت اشتغلتهم في نفس المكان، فهشتغل في كل واحدة غرزتين حشو، يعني تزايد في كل غرزة، التانية في نفس المكان، واخر غرزة هشتغل فيها 2 حشو. الغرزة التالتة اللي المفروض ان انا اتزايد فيها هي اول غرزة في السطر وانا خلاص اشتغلتها تزايد، ودول كده الغرزتين التانيين، يبقى انا كده اشتغلت 3 تزايد هنا واشتغلت 3 غرز تزايد هنا. دلوقتي هشيل الماركر وهاجي في الحلقة الخلفية وهبدأ اشتغل غرز حشو. منساش برضو ان انا اعلم بالماركر اول غرزة، في كل غرزة كده بتقابلني هشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية بدون اي تزايدات، انا خلاص وقفت التزايد. هفضل شغالة كده فوق كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل للماركر، وبعدين ارجع لكم علشان ننهي السطر ونطلع للسطر اللي بعده. انا كده خلاص وصلت لنهاية السطر. انا عايزة بس اقول حاجة على الشنطة اللي احنا بنعملها النهاردة، طبعا ممكن تنفذوها باي خيط عندكم. كمان عرض الموبايل، انا طبعا قايسة العرض على الموبايل بتاعي، فطبعا لو حد حبه يكون اعرض من كده او اصغر من كده كل ده راجع ليكم، بس اهم حاجة بنمشي بنفس الخطوات اللي انا بشتغل بيها. دلوقتي بقى هنشيل الماركر وهبدأ اشتغل تحت الحلقتين، مش هقفل سطر ولا حاجة، احنا هنشتغل حلزوني. هاجي تحت اول غرزة وهشتغل غرزة حشو، ومنساش برضو ان انا احط الماركر بتاعي. الغرزة اللي بعدها برضو غرزة حشو تحت الحلقتين، يبقى انا شغلي دلوقتي كله هيكون غرز حشو تحت الحلقتين. فانا هفضل شغالة كده لحد اخر السطر لحد ما بوصل للماركر، وبعدين اشيله اشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو، وبعدين اكمل السطر بتاعي عادي خالص واوصل برضو تاني للماركر، وهكذا هفضل اكرر كده لحد ما ارتفع بعدد من الادوار، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل الشنطة بتاعتنا. بس بفكركم لو ناسيين لسه تعملوا لي لايك للفيديو، انزلوا دلوقتي اعملوا لي لايك للفيديو، وكمان تشجعوني بكومنت. هكمل بقى كده وبعدين ارجع لكم. انا هنا كده خلاص ارتفعت عدد من السطور، ده كده ارتفاع الموبايل. عايزة اديكم المقاسات كمان بتاعة ارتفاع الشنطة، كده 17 سنتي، انا ارتفعت من بعد القاعدة 17 سنتي. دلوقتي انا ما اشتغلتش اخر غرزة علشان هنكونها بإبرة التنظيف، دلوقتي هطلع بالخيط من هنا كده وبإبرة التنظيف هبدأ اجي تحت اول غرزة، هشيل الماركر ده واجي كده تحت اول غرزة، ادخل تحت الحلقتين. شايفين المكان اللي طالع منه الخيط ده؟ ده اللي هرجع ادخل فيه تاني دلوقتي بالشكل ده، وبرجع ادخل فيه تاني دلوقتي، بس طبعا بدخل كمان في الحلقة اللي ورا دي. بالشكل ده انا كده كونت اخر غرزة. كل الغرز زي بعضها. دلوقتي هبدأ ان انا انظف الخيط تحت الغرز. هنبدأ دلوقتي ان احنا نجيب الخيط
وهنيجي من هنا كده، شايفين الحلقات الخلفية اللي احنا كنا بنشتغلها دي؟ هبدأ ان انا اسحب الخيط، وارتفع سلسلة. مليش دعوة بسلسلة الارتفاع دي، هشتغل في نفس المكان كمان غرزة حشو. يبقى في الحلقات الخلفية غرزة الحشو دي انا هعلمها، علشان احنا برضو هنشتغل حلزوني، فمش هنقفل السطر. الغرزة اللي بعدها هاجي كده في الحلقة الخلفية، انا بشتغل كده على الحلقات. شايفين الحلقات الخلفية دي؟ دي هي دي اللي انا بدخل فيها واشتغل غرز حشو فوق دي. تأكدوا ان انتوا داخلين تحت الغرزة كاملة. هشتغل كده فوق كل غرزة، يعني هلف كده فوق كل غرزة اللي هي البرزة اللي انا وريتها لكم دي، لحد ما اوصل لبداية السطر. هخلص كده وارجع لكم. انا كده جيت لاخر السطر، فمش هقفل السطر، انا هاجي تحت اول حلقة او تحت اول غرزة تحت الحلقتين كده، وهبدأ ان انا اشتغل غرزة حشو. يبقى انا ما قفلتش السطر ولا حاجة، انا اشتغلت على طول غرزة حشو فوق اول غرزة، وهعلمها بالماركر. وهبدأ ان انا اجي فوق كل غرزة كده تحت الحلقتين، ابدأ ان انا اشتغل غرز حشو. ده كده شكلها بعد ما اشتغلت داير ما يدور القطعة غرز حشو فوق الحلقة اللي كانت بارزة دي. فهبدأ ان انا اشتغل برضو طول السطر ده، هبدأ برضو ان انا اشتغل على كل السطر ده غرز حشو تحت الحلقتين، لحد ما اوصل للماركر بالشكل ده. هفضل اشتغل كده غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما اوصل للماركر، وبعدين اشيله واشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو، وارجع احط الماركر تاني علشان ما انساش ان دي اول غرزة، وابدا ان انا اشتغل برضو تحت الحلقتين غرز حشو، وهفضل ارتفع كده بعدد من السطور، وبعدين ارجع لكم علشان نشوف شكل الشنطه بقى عامل ازاي ونكملها مع بعض. انا كده بعد ما ارتفعت بعدد من السطور، المقاس هنا اللي انا ارتفعته تلتاشر سنتي. لو حابين ان انتوا ترتفعوا كمان سطرين بحيث انها تبقى قريبة من جسم الشنطة اللي جوه ده، مفيش مشكلة، بس انا حباها انها تكون اقصر كده، والمسافة دي انا سايبها فوق، فلو حابين تطولوها عن كده كمان سطرين مفيش مشكلة. دلوقتي بقى هنعمل القلاب، يعني انا كده كمان سبت من فوق 1 2 3 4 5. دلوقتي بقى هنعمل القلاب، فهنا مش هقفل سطر ولا يعني هاجي في اخر غرزة هشتغل عادي، وهكمل باقي السطر. انا هاجي عند الغرزة اللي في الجنب دي هشتغلها، فهاجي في الغرزة اللي في الجنب دي هشتغل غرزة حشو، وهبدأ ان انا ارتفع سلسلة، وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل غرز حشو فوق كل غرزة. انا كده بشتغل القلاب بتاع الشنطة.
شايفين كده الشكل بتاع القلاب اللي هو واخد ظهرية الشنطة، شايفين بالشكل ده. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ ان انا فوق كل غرزة اشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو. يبقى انا هكمل كده غرز حشو لاخر غرزة، وبعدين هرجع ارتفع سلسلة وافضل شغالة كده رايح جاي رايح جاي لحد ما اكون القلاب للشنطة، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا هنا كده خلاص بعد ما ارتفعت بعدد من السطور هقول لكم برضو طول القلاب اللي انا عملته. طول القلاب 12 سنتي. طبعا لو اي حد حابب ان هو يطول القلاب عن كده كل ده راجع ليكم، بس انا حباه يكون ده طوله. دلوقتي هنرتفع هنا سلسلة كده نأمن بيها على الشغل، بعدين نسحب الخيط ونبدأ ننظفه بإبرة التنظيف. بالشكل ده دلوقتي بقى هنشتغل ايد الشنطة. انا عندي هنا جنشات وعندي كمان حلقات سهلة الفتح، فاحنا هنشتغل ايد على الجنش الاول. هنبدأ ان احنا نسحب الخيط من تحت الحلقة او من جوه الحلقة للجنش، هنرتفع سلسلة وهشتغل 2 غرزة حشو جوه الحلقة دي. يعني هدخل كده وهشتغل غرزة حشو وهشتغل كمان غرزة حشو، يبقى أنا اشتغلت 2 غرزة حشو مليش دعوة بالارتفاع. هبدأ دلوقتي إن أنا ارتفع سلسلة، هسيب أول غرزة وهروح لتاني غرزة، هدخل كده تحت الحلقتين تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهلف الخيط على الإبرة واطلع من الحلقتين اللي على الإبرة. دلوقتي لما لف الشغل كده شايفين في حلقتين فوق بعض اهو، هدخل تحت الحلقتين دول. انا كنت عاملة فيديو لإيد الشنطة دي، اللي حابب يشوف الفيديو هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. بعد ما دخلت تحت الحلقتين هسحب الخيط وارتفع كده بالخيط واطلع من الحلقتين. لما الف الشغل كده شايفين الحلقتين اللي بيتكونوا دول، هدخل تحت الحلقتين ايد سهلة وبسيطة وسريعة جدا، وكمان احلى حاجة فيها انها بتليق مع كتير من الشنط. معايا حلقتين على الابرة، هلف الخيط واطلع من الحلقتين. شايفين الحلقتين اللي اتكونوا دول، هلف الخيط هلف الشغل وهدخل تحت الحلقتين وهطلع من تحت الحلقتين كده، يبقى معايا حلقتين على الإبرة، ألف الخيط واطلع من الحلقتين، ألف الشغل. شايفين الحلقتين دول، هدخل تحت الحلقتين هطلع بالخيط، وبعدين اسحب الخيط واطلع من الحلقتين والف الشغل. شايفين الحلقتين اهو، هدخل تحتهم وابدا اشتغل زي ما انا شغاله كده، وهرتفع بعدد من السطور بطول الايد اللي انا محتاجاها، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. اللي حابب يشوف الايد دي بالتفصيل هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف. هخلص كده وارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما وصلت لطول الايد المناسب، فخدوا بالكم بقى هنقفل الايد ازاي. احنا كنا بندخل في الحلقتين دول وبسحب الخيط
كنت بلف الخيط على الإبرة واطلع من الحلقتين دول، دلوقتي هطلع بالحلقة دي من الحلقة كمان اللي على الإبرة، وهرتفع سلسلة وبعدين هقطع الخيط. دلوقتي هنطلع بالخيط كده، وهنبدأ إن احنا بإبرة التنظيف ننظفه تحت الغرز. وهجيب إبرة التنظيف وهبدأ إن أنا أجيب الجنش التاني وأحطه بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أدخل من الحلقة بتاعة الجنش في الإيد بتاعة الشنطة. بالشكل ده خدها كده كمان واحدة، وبعدين أبدأ أنظفها تحت الغرز. دلوقتي بقى انا هستخدم هنا دلوقتي انا بقى هستخدم هنا الكبسولة دي. اللي حابب يستخدم مغناطيس من اللي بيتخيط او مغناطيس من اللي هو بيتنى ده، فكل ده راجع ليكم. دلوقتي اخيط المغناطيس ده، انا هخيطه بالخيط اللي هو النايلون ده، او خيط مش عارفة بيسموه الصياد او ايه. فهبدأ ان انا ادخل كده، احاول ان انا اجي في نصه،
كده كان شكل الشنطة بعد ما خلصناها. دي شكل الايد بتاعتها. انا هنا ركبت لها الحلية دي بشكل الكبسولة بعد ما ركبت. تقدروا طبعا تغيروا في الاكسسوار زي ما انتوا حابين. وبس كده، دي كانت شنطتنا النهاردة، واتمنى كده يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على لايك وتشجعوني بكومنت، وما تنسوش لو لسه مكملين معايا الفيديو وناسين تشتركوا في القناة، يا ريت طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. اشوفكم بقى في فيديو جديد، باي باي.